مدبولي يتابع استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، ويشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مواني دبي لتطوير منطقة حرة في العاصمة الإدارية. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية جنوب حيفا بمسيرات انقضاضية، وقوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء في بعلبك وتشن غارات بجنوب لبنان. مع تواصل العدوان والمجازر على أنحاء قطاع غزة، مصر تطالب مجلس الأمن بإقرار هدنة والسماح بدخول المساعدات للقطاع. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. تنطلق غدا فعالية احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية في الفعاليات التي تتضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وفعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تشارك بها وفود دولية ومحلية وعديد من فئات المجتمع، وذلك لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة. تأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية، والذي ينطلق تحت شعار صناع التغيير المناخي من الشباب، تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية، وذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته 12 بمدينة القاهرة، وذلك في 4 من شهر نوفمبر. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 في 4 من نوفمبر المقبل. هذا وشهد الاجتماع تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى، وتم استعراض محاور أجندة المؤتمر، حيث يشهد اليوم الأول افتتاح المنتدى وافتتاح المعرض الحضري، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والملتقيات الجمعية والجلسات، بينما يشمل اليوم الثاني انعقاد جلسة وزراء الإسكان الأفارقة وبعض الموائد المستديرة وجلسات حوارية خاصة بعدد من الملفات. كما تستكمل فعاليات اليومين الثالث والرابع الجلسات الحوارية والموائد المستديرة في الملفات الأخرى التي تشملها أجندة المنتدى، في حين يشهد اليوم الخامس والأخير مراسم حفل ختام المنتدى الحضري العالمية. يهدف المنتدى الحضري العالمي 12 إلى بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية. هذا وينص الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان، حيث تضم الشركة موقعا جذابا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانا على طول طريق القاهرة العين السخنة. هذا وسيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قبل موانئ دبي العالمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة هي الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الملابس والأحذية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة منعا لترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشددا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش عدد من الموضوعات والملفات المهمة. خلال الاجتماع تناول رئيس الوزراء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس وبريكس بلس، مشددا على ضرورة وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعين الحكومة والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، هذا فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما أشار مدبولي إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، مؤكدا أنه لاقى تقديرا واسعا لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكا للتحديات التي تواجه الدولة اقتصاديا بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر حريصة على تطوير مختلف المجالات مع دولة النيجر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من النيجر بكاري ياو سانغاري بالعاصمة الإدارية، شدد وزير الخارجية على دعم مصر للنيجر في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتمكين مؤسساتها من تدمير البنية التحتية للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف. أود أن أسجل هنا دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب. كما تعلمون أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي، الوضع هناك غير مستقر بشكل كامل، وهناك نشاط للجماعات الإرهابية، ولذلك مصر تدعم كافة دول منطقة الساحل وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة، وعلى استعداد، وهي تقوم بالفعل بتقديم كل المساعدات، وإن كانت في مجالات المعدات أو التدريب لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي أيضا الجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، أخذا في الاعتبار الخبرة المتراكمة لدى الجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها. أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع دولة النيجر في قطاعات مختلفة، وأكد وزير الخارجية أنه ناقش تعزيز التعاون مع نظيره من دولة النيجر في مجالات الزراعة والصحة. تحدثنا بشكل مستفيض عن التعاون في مجال الزراعة، ومصر لديها مزرعة كبيرة نموذجية هناك في النيجر، ونريد بناء على طلب من الجانب في النيجر التوسع في هذا النموذج واستصلاح مناطق واسعة من الأراضي الزراعية، بحيث يتم إهداء جزء من المحاصيل إلى أشقائنا في النيجر وجزء أيضا يمكن أن نستفيد منه هنا في مصر. تحدثنا أيضا عن التعاون في قطاع الصحة باعتباره قطاع هام جدا، وأعربنا عن استعدادنا الكامل من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في توفير الدعم لأشقائنا في النيجر من خلال إيفاد القوافل الطبية والأطباء، وأيضا من خلال تطوير القطاع الصحي وتقديم الأدوية إلى أشقائنا في النيجر. وأكد وزير الخارجية والهجرة أنه ناقش مع نظيره من دولة النيجر عددا من القضايا الدولية من بينها القضية الفلسطينية، وشدد عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تبحثنا حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها بطبيعة الحال قضية العرب والمسلمين، وهي القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والتصعيد والعدوان في لبنان. وأكدت من جانبي على أهمية الوقف الفوري لهذا العدوان، وأنه لا مجال لحصول أي دولة على الأمن والاستقرار في ظل أوهام القوة وغطرسة القوة، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. قال وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاري إن زيارته لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري، أضاف بكاري ياو سانغاري أن مصر لديها إمكانيات وخبرات هائلة لمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب. مصر هي أكبر قوة عسكرية في أفريقيا، فلديها ولديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب. فهذا الأمر لا يشمل فقط النيجر، ولكن مجموعة الدول الموجودة في الساحل التي تواجه الإرهاب، لأن الإرهاب لا جنسية ولا بلاد له، فهو عالمي. دولة واحدة لا تكفي لمواجهة الإرهاب، وهو عمل متعاون واجب أن نواجهه. ونعلم جيدا أن مصر لديها الإمكانية والقدرات والخبرات لتساعد بلادنا.
كان وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره النيجيري بكاري ياوسانغاري، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات والتحديات على الساحة الإقليمية وأهمية تعزيز التنسيق المتبادل. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين أموس هوكستين وبيرت ماكلغورغ سيصلان إلى إسرائيل غدا لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان. وبحسب تقرير أكسيوس، من المتوقع أن يلتقي هوكستين وماكلغورغ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن اتفاقا من شأن إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة. طالب مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق بإقرار المجلس هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال جلسة للمجلس حول الأوضاع بالشرق الأوسط، أكد عبد الخالق أن مصر مستمرة في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددا على أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها إلا بضعف المؤسسات الدولية، مطالبا المجلس بضرورة تبني قرار وقف الفصل السابع يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان وملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. تشدد مصر أمامكم على النقاط التالية: 1. يجب على مجلس الأمن تبني قرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان أيضا، والانسحاب من القطاع والأراضي اللبنانية، وفتح جميع المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق، ووقف التهجير القسري واستهداف موظفي ومؤسسات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأونروا، والبدء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة لكل من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة السابقة وكذلك الأوامر التحفظية لمحكمة العدل الدولية. ثانياً، يجب على جميع الدول تنفيذ التزاماتها وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، خاصة القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة في جلستها الطارئة في 18 سبتمبر الماضي بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ووقف جميع صادرات الأسلحة لإسرائيل وأي أنشطة تكرس الاحتلال الإسرائيلي. قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية بغزة. وحذر لازاريني من أن انهيار الوكالة سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لدعم الوكالة ما يتناسب مع خطورة الوضع. وندد لازاريني بالقرار الإسرائيلي الذي يقضي بحظر وكالة أونروا. اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة. وأكدت المنظمة الأممية أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالطواقم الطبية والمدارس بالمعلمين. وشددت منظمة اليونيسف على أن الفلسطينيين في شمال غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري المتواصل منذ نحو شهر. So a decision such as this suddenly means that
أدانت الخارجية الفلسطينية حملة التحريض الشرسة المستمرة ضد الأمم المتحدة ووكالتها ومسؤوليها، والتي تشمل هجمات على المقرات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الحملة تأتي كجزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة على مدار 76 عاما تهدف إلى تقويض عمل الأمم المتحدة ونزع الشرعية عن دورها في مواجهة السياسات الاستيطانية. حرب علنية دائرة بين الأمم المتحدة وإسرائيل التي لطالما انتهكت القوانين الدولية وضربت بالقرارات الأممية عرض الحائط، وذلك بعد عام شهد تبادل الاتهامات والتهاجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكانية إبقاء إسرائيل عضوا في الهيئة الأممية. هوة الخلاف زادت بين تل أبيب والمنظمات الأممية بعد اتهام الأخيرة لإسرائيل بالتسبب في اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط على خلفية الهجمات غير المسبوقة في غزة ولبنان. وتدهورت العلاقات بالتزامن مع حظر الكنيست نشاط وكالة الأونروا في ظل مواجهة إسرائيل لانتقادات دولية حادة بعدما أقر برلمانها مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسق تقريبا لكل المساعدات في قطاع غزة. الحرب الكلامية المشتعلة احتدت بين إسرائيل ومختلف الهيئات الأممية، بينما اتهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارا إسرائيل بارتكاب إبادة في حربها المدمرة على غزة. التهكم الإسرائيلي وصل إلى حد شن حكومة الاحتلال حملة هجوم واسعة النطاق ضد المسؤولين بالأمم المتحدة على خلفية دعم المنظمة الإنسانية لقطاع غزة والتنديد بهجمات قوات الاحتلال. إسرائيل ذهبت أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، مما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوما صاروخيا عليها فورا. تل أبيب تخطت معاداة المنظمات الأممية إلى حد الخلافات مع عدة دول، فندد نتنياهو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشارته إلى أن إسرائيل مدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليها إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها. وارتفع مستوى التوتر أكثر منذ كثفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله في لبنان وأرسلت قوات برية إلى البلاد. وخلال العام الأخير توالت الانتقادات لإسرائيل من قبل المحاكم المرتبطة بالأمم المتحدة على خلفية عدوانها على غزة واستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين من بينهم موظفون يعملون بالوكالات الدولية. تجاهل إسرائيل للعديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية دون أي عواقب أثار غضبا دوليا يطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة وفاء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى سانكوم مايكل كوريلا سيزور إسرائيل اليوم للقاء مسؤولين عسكريين. أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن كوريلا سيبحث مع مسؤولين إسرائيليين الملف الإيراني والسيناريوهات المتوقعة عقب الهجوم الإسرائيلي على طهران، مشيرة إلى أن الطرفين سيبحثان الاستعدادات للدفاع المشترك ضد أي هجوم إيراني مستقبلي محتمل، بالإضافة لدراسة وبحث الاستعدادات المشتركة لسيناريوهات هجوم إسرائيلي آخر على إيران في حال تطالب الأمر أو تطلب الأمر ذلك. قال مسؤولون أوكرانيون أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم فتاة جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وأوضح المسؤولون أن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة مدمرة أشعل حريقا في مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي في غرب كييف، فضلا عن اندلاع حريق آخر في مبنى إداري متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي. وكانت صفارات الإنذار قد دوت في كييف والمنطقة المحيطة بها فيما يقرب من نصف مساحة مناطق شرق أوكرانيا، وذلك بسبب الهجوم.
هذا وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات دفاعها الجوي دمرت 33 من أصل 62 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي. في المقابل أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات دفاعها الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في غرب روسيا. أوضحت الدفاع الروسي أنها دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف و5 فوق منطقة كورسك و4 فوق منطقة سونلسك وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبيانسك وبلغرود. يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس حشد أنصارهما قبل أيام من الانتخابات الأمريكية. وخلال تجمع انتخابي في حديقة ذي أليس قالت هاريس إن ترامب ليس مرشحا كفؤا للرئاسة وأنه يسعى لسلطة مطلقة. برنامج حافل في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الحسم في 5 نوفمبر. ترامب وهاريس سيزوران خلال هذا البرنامج أحيانا 3 ولايات أو أكثر في يوم واحد. فقبل أسبوع من المواجهة حذرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس من سعي دونالد ترامب للحصول على سلطة مطلقة، وذلك في خطاب حماسي ألقته في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونغرس الأمريكي الكابيتول في 6 يناير من عام 2021. هاريس خاطبت أنصارها قائلة إن ترامب ليس مرشحاً كفءاً للرئاسة وإنه يسعى لسلطة مطلقة. وجاء اختيار هاريس لإلقاء كلمتها في الحديقة التي حشد فيها ترامب سابقاً مؤيديه في محاولة مباشرة منها لتذكير الناخبين بالفوضى التي سببها أنصار ترامب حينما اقتحموا الكابيتول لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. ترامب وهو أكبر مرشح رئاسي يخوض الاستحقاق حتى النهاية شارك في تجمع في مدينة إيلينتاون الصناعية في بنسلفانيا التي يرجح أن تكون الأكثر أهمية من بين الولايات 7 الحاسمة التي يتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات، علما بأن المدينة تضم جالية كبيرة لأشخاص ينحدرون من بورتوريكو التي نعتها أحد أبرز مؤيديه بألفاظ سيئة. وحول التصويت المبكر أظهرت أرقام نشرت خلال الساعات الماضية أن أكثر من 50 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكراً أو بواسطة البريد، وهو رقم يناهز ثلث إجمالي عدد الناخبين قبل 4 سنوات. اعتبرت الحكومة الصينية أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد يؤدي إلى إهمال الإدارة الأمريكية الجديدة ملف تايوان. أوضحت الحكومة الصينية أن اعتبارتها مبنية على السياسة التي يتبعها المرشح الرئاسي دونالد ترامب والتي تحمل عبارة أمريكا أولا، حيث يركز ترامب على إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية. وكان المرشح الجمهوري ترامب قد أدلى بعدة تعليقات خلال حملته الانتخابية قال فيها إن تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها يجب أن تدفع مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة بسرقة الأنشطة الأمريكية في مجال أشباه الموصلات. أجرت قوات كوريا جنوبية وأمريكية مناورات عسكرية مشتركة وسط تفاقم التوترات مع كوريا الشمالية. وجرت التدريبات في مجمع تدريب بالذخيرة الحية في منطقة بوتشون شمال شرق سيول. وشاركت مروحيات من طراز أباتشي الأمريكية بالتدريبات مع كتيبة الطيران 901 التابعة للجيش الكوري الجنوبي. وكثف الحليفان تعاونهما في مجال الأمن والدفاع مع استمرار كوريا الشمالية في تصعيد الأعمال التي وصفها الحليفان بالعدائية.
يواصل الناخبون في بوتسوانا التصويت في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها حزب بوتسوانا الديمقراطي الحاكم وحزبي مظلة التغيير الديمقراطي والمؤتمر البوتسواني المعارضان. من المتوقع أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم على أن يتم الإعلان عن النتائج في غضون أيام. وتعد بوتسوانا إحدى قصص النجاح السياسي في أفريقيا باعتبارها دولة ديمقراطية مستقرة وسلمية تتمتع بأحد أفضل مستويات المعيشة في المنطقة، ولكنها تواجه تحديات اقتصادية جديدة دفعت الحزب الحاكم إلى الاعتراف بأن تغيير السياسات أمر ضروري. هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب تلك الانتخابات، حيث يتنافس الرئيس مكويتسي ماسيسي زعيم حزب المعارض الرئيسيين في البلاد. أشادت العديد من المنظمات الدولية بنجاح مصر في مكافحة التعديات والبناء العشوائي. كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن أن مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان المناطق غير الآمنة من إجمالي سكان الحضر. فيما صرح الاتحاد الأفريقي بأن مصر تنفذ مشروعات قومية كبرى تتكامل مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في عام 2030. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مراسم توقيع عقد مشروع مجموعة بيريل لإنتاج البولي يوريثان بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات أولية بقيمة 100 مليون جنيه. هذا ومن المقرر أن يتم بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025 بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 20 ألف طن من مادة البولي يوريثان. وفي هذا السياق أوضح جمال الدين أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها وبرنامج دعم الصادرات والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة بيريل، خاصة وأن الشركة تستهدف الوصول لأسواق الدول الأفريقية ودول جنوب أوروبا. أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارغريت سارفيم على التعاون الوثيق مع منظمة الفاو في خدمة عدد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للفئات الأولى بالرعاية، ومنها مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا الذي تم تدشينه مؤخرا. أشارت سارفيم إلى مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، حيث تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين وتوفير محاصيل استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقوى الزراعية عالية الجودة. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي مع مملكة البحرين الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار وزير المالية في لقائه مع سفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل إلى حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية لتحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح كوجوك أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة
كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة في مختلف مكونات الاقتصاد المصرية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية كل في مجال تخصصه وصقل مهاراتهن وتأهيلهن للمناصب القيادية فنيا وعلميا. وخلال حضوره انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية النوعية، وجه وزير الصناعة والنقل المشاركات في البرنامج بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موضوعات البرنامج بتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي. يستهدف البرنامج التدريبي تنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المشاركات وتطوير مهارات الاتصال والإدارة لقيادة فرق العمل. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولا يتبقى فيها سوى التذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. مدبولي يتابع استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ويشهد توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي لتطوير منطقة حرة في العاصمة الإدارية. حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية جنوب حيفا بمسيرات انقضاضية، وقوة الاحتلال تصدر أوامر إخلاء في بعلبك وتشن غارات بجنوب لبنان. مع تواصل العدوان الإسرائيلي والمجازر على أنحاء قطاع غزة، مصر تطالب المجلس الأمن بإقرار هدنة والسماح بدخول المساعدات للقطاع. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.